رجعنا لحضراتكم ومعانا ضيوف اعز علي، يعني دول ضيوف من درجه عزيز على النفس. ليه؟ طيب لانهم من الناس اللي هم فيهم مركبات متعدده الابعاد بتخليني وانا بتكلم عن هذا الحديث الذي يتكلم عن صمود النفسي يخلينا لازم يكونوا هم ضيوفي. الاستاذه خديجه ابو النصر، خبيره بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إزاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. إحنا يعني إيه التقطنا في فترة الترانزيت إن إحنا نعمل معاك الحلقة دي، وخاصة إن أنت بتتعامل مع ناس في منطقة فيها كتير من عدم الصمود النفسي لما الناس بتتعرض لفكرة اللجوء. بالظبط. أهلا وسهلا بحضرتك، وإحنا سعداء جدا. شرف لي يا مولاي. وحبيبي والسيد أحمد رفعي اللي هو في الحقيقة يعني أمتعنا في دور لطيف جدا، هو ممثل وأنا بعتبره ممثل قدير، أدى دور في غاية روعة في مسلسل الاختيار، وهو في الحقيقة دور كان مليء بالكلام عن هذا الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو حديث بيتكلم عن إزاي الناس ممكن تستثمر بعد الناس عن فكرة إن ربنا متجاوز عنهم إلى فكرة إن ربنا متربص بيهم، وإزاي ممكن يوصل بيهم الحال إن الناس تفسد حياتهم. انا سعيد جدا بوجود حضرتك، وبرضه حضرتك كده فرحي، وانا سعيد جدا ان حضرتك معايا. يا رب يسعدك يا سيدي. خلينا نبدا مع حضرتك. ال- 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 الحديث ده لما كنت بتتناول الدور ده، هل كان لي اثر واضح في هذا الدور؟ اتصور انه شخصيه زي شخصيه عمر رفاعي سرور ومكانه في هيكلة التنظيم اللي كان فيه كان الشيء الأساسي في دوره، وهو بيتعامل مع صغار الشباب اللي بيستقطبهم للتنظيم، إن هو يدخل في المنطقة دي اللي ما بين حديث الشاب الحديث السن ده ونفسه واللي هيقوله أو هيعمله، فما يخلوه يجاوب هو وينمي حديث النفس، مش يسيبه هو يحاول يشوف الرحمة. بالظبط كده، بالعكس هو يشعره دايما انه في احتياج انه يكون مع المجموعة دي، هو محتاج دايما كلمة شخص زي عمر رفاعي سرور عشان يعني يهدي باله في تصوره ويكبر الأنا اللي جواه ويقول له اكسب بقى، اكسب مكانك عند ربنا. بتسعى الفكرة اللي بتسعى دي اللي بتسعى تفتكرها دلوقتي طبعا. بالظبط. ايوه، يلا بقى شد حيلك عشان انت بطل وهتدخل على الله، وعشان الحياة اللي جواك دي تسكت لازم تبقى مع الناس، وإلا انت، لأنه كده هو بيدعم ان هو بيتحاسب على اللي جواه ده، بيتحاسب على كل هواجسه وبيتحاسب على كل وساوسه، وهو في الحقيقه بيدعم الوسواس ده، مش هو بيقول له ما تلتفتش اليه وخليك جامد وخليك راجل، لكن هو بيعمل ايه؟ بيدعم الوسواس دوت، وعشان الوسواس ده يروح لازم تبقى في وسط الناس. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو الشخصيات اللي هي بتخلي الوسواس دوت ليه قيمه كانه قيمه الواقع، ممكن يعملوا ايه في نفسه؟ يعني الوسواس اللي جواه ده والهاجس اللي جواه ده لو هو قدره كانه هو واقع، ممكن يعمل ايه في حياته؟ يهلك، يستهلك تحت وطأة ظلام الحديث اللي ما بيخرجش منه فعل، وهو بيتصور انه طول ما هو تحت مظلته هو في الظلام، هو ملوش خروج، هو ملوش نجاة، هو ده سجنه. بالظبط. انا هرجع لحضرتك لان حضرتك بتحب الحاجات المركبه دي، فارجع لك تاني اكلم حضرتك عن الامر ده. انت حضرتك دايما استاذه خديجه بتتعاملي مع فئه من الناس يكاد يكون الصمود النفسي عندهم في ادنى درجاته. ازاي ممكن فهمنا لهذا الحديث يساعدنا في التعامل مع هؤلاء الناس اللي هم محتاجين دعم كبير؟ انا جاي في بالي فكره الفرصه الثانيه الصراحه، يعني انه لما الناس سابت بلدها وهربت، وبالنسبه لها فكره وجود امل دي تكاد تكون منعدمه، عشان كده بيسيبوا كل حياتهم وكل بلدهم وييجوا في بلد تانية، فكره ان بيكون في يعني فرصة هيئات وفرصه تانية ففي تجاوز عنده وخلاص، ونبتدي حياه جديده ونبدا ناخد خطوات في ان احنا نشوف مستقبل افضل ويخلينا نعيش وننسى. ده اللي حصل مع اخواننا اللي عايشوا في وسطنا، اهلنا وناسنا اللي احنا رفضنا ان يكون عندهم المصطلح دوت. الناس اللي جم وعاشوا في مصر هنا ورفضنا هذا المصطلح بهم، لانه كان احنا بنقول لهم تجاوزوا عن كل الهواجس وكل المخاوف اللي حاصله في نفسكم دي. طيب الفرصه الثانيه دي قد ايه
ممكن تصنع لدى الإنسان صمود نفسي. الفرصة التانية دي ممكن تخليه يحاول يتعلم من اللي فات. لما هيتعلم من اللي فات ده هيديله ثقة في ان انا عديت بحاجة قديمة، ممكن اعدي باللي جاي قدام، فممكن ده يديله ثقة في نفسه، صمود نفسي يخليه يكمل او يزقه لقدام، يخلي عنده ثقة شوية في. يعني قصد حضرتك ان الفرصة التانية بتلم شتات الباقي من ثقته بنفسه. الناس بتكون عندها ترومات كتير قوي أيوة. وحاجات صعبة كتير هي عدت بيها، ممكن للفرصة التانية دي تخليها تكمل، تعوض مثلا الحاجات اللي ما عرفتش تعملها، تحاول تنشر وعي عند الناس اللي حواليها اللي بيمروا بنفس الظروف دي. وبفكر دايما ان فكرة ان الصمود النفسي دي تخليه يستطيع ان هو يتجاوز فكرة الاغتراب، وفكرة لان الاغتراب دي بتبقى مسألة بتبقى صعبة جدا على دي النفس. بتبقى صعبة، وبتبقى صعبة بالنسبة لي أنا شخصيا، لأن أنا برضو بشتغل، ببقى أنا نفسي مغتربة في بلد تانية، أنا نفسي ببقى غريبة جدا عن كل الجنسية يعني بتاعت البلد، أو بتعامل مع جنسيات تانية كتير كتير، بيبقى عندي فكرة بس ده الاغتراب دي. بيخليكي ممكن تعملي شيء من التقمص وشيء من التعاطف الكبير معاهم، يعني بيبقى عندك إحساس بهذا الشعور باللي هم بيعيشوه بالظبط. ببقى أنا كمان عايشاه في بس نفس الفرق ان الوقت. انت شعورك شعور واحد جاي بيأدي رسالة، فبيبقى شعور إيجابي فممكن نتعامل معاه. بالظبط، وبيكون شعور بان انا مختاره ده، مش انا هربت او انا اجبرت ان انا محتاجه اسيب بلدي واروح ألجأ في بلد تانية مهم مثلا. قوي ان احنا نقول كده للناس، ان احنا واحنا بنشتغل في مسألة تجاوز، ان احنا نتجاوز ما حدثت به نفسنا ده، احنا مش بنهرب، ده هو في الحقيقة ده هو ما يستحقش غير ان احنا نتجاوزه. يعني كل اللي حصل من الاضطرابات او اي اوجاع هو مش موجود عشان نفضل معاه، مش موجود عشان نسكنه ونعيشه ونتوغل فيه فيغرقنا ويسودنا زي ما حضرتك تفضلت. لا، احنا عايزين نتجاوزه، لاني سواء عشان في فرصة تانية او سواء عشان ما نبقاش محبوسين في السجن ده. نرجع لحضرتك استاذ احمد. استاذ احمد، احنا دلوقتي انت حضرتك بتتعامل مع اشياء مركبة، قد ايه بتجد فكرة عدم تجاوز حديث النفس بيبان قوي في الحاجات المركبة ديت، وازاي ممكن توصل الانسان لعدم اتزان نفسي؟ سؤال مركب. بالظبط. صحيح. بالظبط. بس هو الناس دلوقتي محتاجين الجواب على السؤال ده. عارف ليه حضرتك؟ لان احنا عندنا، لو سالتني ايه اكتر حاجه، خليني اقول كده بصراحه، ايه اكتر حاجه عملتها التيارات المتطرفه واذت بيها الناس، هي ان هي دعمت حديث النفس. لما هو بيجي يقول له على فكره ما تصدقش ان انت مؤمن ايمان قوي، يعني لا انت مش كده، يعني هو الكلام ده كلام النفس الاماره بالسوء من جوه. هو اصلا محور الايمان ومحور العقيده مش انا، ده الله. لو محور العقيده هو انا، فيبقى كلامي انا عن نفسي صحيح يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى من اتاني يمشي اتيته هرولة، والراجل اللي هو قتل 100 نفس، فهو بيدعم في الحقيقه الامر ده. فلذلك عيادتي زمان ونرصد قد ايه الاضطراب النفسي حصل، لان هو بيقول له ايه؟ بيقول له من غير ما يكون بيقول له كده صراحه، انه مش هيجي يخالف حديث رسول الله صراحة كده، لكن هو بيقول له ايه؟ على فكرة الإيمان اللي هو التصديق ده، هو تصدق إن أنت مؤمن، ده أنت محتاج ايه؟ عمل تثبت بيه إيمانك. لأن ومع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ دعه فإنه ما زال يحب الله ورسوله. قد ايه بقى ده دعم هذا الأمر ممكن يفقد الناس اتزانه؟ أنا كنت بحاول لما حضرتك سألتني السؤال أربط بين ده وبين مفهوم حضرتك كنت علمته انت عارف قبل ان كده. انت بالنسبه لك ضرح قليل انك قالوا هو ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل، هو جايب الحاجات دي منين، هو ما اعرفش ايه اللي هو انت كده ولا ايه؟ هو كده ولا ايه، لان هما كانوا لاحظوا ان في حاله من حالات الفهم لهذه التركيبه بشده يعني. فعشان كده بسالك السؤال دوت اللي هو فيه شيء من التركيب. انا حاولت اربط ده بفكره كنت حضرتك قلتها قبل كده، انه اي خلل نفسي لازم يكون سابقه خلل في منطق الشخص اللي ادى بيه انه يبقى عنده خلل في المساله دي، زي صح. في الاكتئاب.
لو هو مفهمش انه الحال اللي هو بيمر بيه سواء اذا كان من سعادة او حزن هو حادث ولابد هينتهي زي ما صح. انتهى وبالتالي هيبقى ما عندوش فكرة. فكما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم. زي ما بتفنى المسرة بتفنى الهموم، يعني دي حالة وهتنتهي. ولذلك حاولت ان انا اجيب على سؤال حضرتك من الباب ده، اللي هو طب يا ترى الاستغراق في مسألة حديث النفس دي وان الواحد يظل مسجون جواها، ايه خلل المنطق اللي بيؤدي له بما انه خلل نفسي؟ ايوه ايه بقى؟ انا هو الخلل انا بسأل السؤال بس مش هو الخلل دوت واضح جدا ان الخلل النفسي اللي بيحصل له هو ان هو بيبقى بيصدق نفسه لدرجة ان حديث النفس اللي جواها هو مصدق، فمضطر كل شوية يعمل إثباتات على إيمانه مش ناظر إلى إن الله سبحانه وتعالى بيمده، لا هو طول الوقت هو محتاج إن هو لأنه بيكذب إيمانه طول الوقت، ما هو قاعد يكذب إيمان الناس طول الوقت، فهو بيكذب إيمانه هو كمان، فهو محتاج إن هو يعمل أعمال هو شايفها أعمال ضخمة عشان تثبت له إيمان، لدرجة إن هو ممكن يموت نفسه عشان يشتري الجنة. هو محتاج ده لنفسه أكتر ما هو محتاجه للآخرين، ومحتاجه دوت لنفسه اكتر محتاجه في علاقته بربنا. فهو عشان كده يكاد يكون دوت داخل افرايت من اتخذ الهه وهواه. هو بيعمل الكلام ده لنفسه، بيعمل الكلام ده لرصيده مش ربنا سبحانه وتعالى. خليني بقى ارجع لسؤال تاني مبني على ده. طب اذا كان الامر كذلك، ازاي الشخص ده بقى، تعالوا نعمل حاجه، نقترح اقتراحات للشخص ده ازاي يستثمر هذا الحديث في الخروج من ازمته وأزمة حبس النفس اللي انت حضرتك بتكرس فيها طول الوقت، ان هو محبوس في نفسه ولذلك دنيته بتبقى ضيقه. ايه اكتر حاجه ممكن تقترحها تبقى مناسبه جدا؟ يعني انت كنت دايما وانت بتشتغل في الشخصيه دي بتقول لو عمل كده كانت المساله اتفكت. ايه بقى؟ يمكن لو 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 سد ودانه شويه عن او تجاهل حديث نفسه واصغى اكتر لحديث مولاه الله ووعده بالحديث فيه وعد وكأن مفيش حساب يعني وكأني اوعى تتعامل معايا على ان انا واقف لك على الواحدة بالظبط، انا مش متربص بيك، يعني وكأنه هو يسمع خطاب ربنا انا لست متربصا بك، انا مددك، انا ساعدك، انا سندك. فيسمع كلام ربنا. طب يسمع كلام ربنا ازاي؟ يعني يسمع كلام ربنا ازاي؟ سواء لو أطلق نظره في كتاب الله المسطور أو المنظور أو المقدور، سواء لو كان في أي مكان وشاف إزاي ربنا رتب كل المسائل حواليه وكل الحاجات التفاصيل اللي بتزود حياته يوم وجمال ولطف وعناية، بخلاف طبعا إنه يعني يسمع من مولاه من رسالته أو إنه في معيته أو في خلوته، أقصد حتى لو في كل تفاصيل عنايته ورعايته ولطفه اللي هي بادية في الحديث ده نفسه. حلو حلو. الحديث نفسه بيقول يعني تجاوز، ولو عملت ده أضعاف مضاعفة. صحيح. إذن المسألة مش يعني وكأن المعنى اللي حضرتك بتقول عبدي دبرت لك أمرك قبل وجودك، فكيف وقد وجدت وأنزلت عليك نعمتي فكيف لا ترى حبي. كأن هذه المسألة شيء مهم جدا في تعاملنا مع نفسنا، وكأن حضرتك بتقول كل ما تمشي في مكان، كل ما تشوف تدبير الله سبحانه وتعالى، كل ما تشوف في تعاقب الليل والنهار، اعرف أن الغفار يدبر لك أمرك وأنت في غفلة عن النظر في أحوالك. هذا كلام في غاية الأهمية للناس. إزاي بقى ممكن نقول حاجة للناس اللي هم بيتعرضوا لأحوال شديدة نستطيع ان احنا نرى فيها هذا النور الذي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سمعت حضراتكم دلوقتي بتتكلموا جه في بالي الدرس اللي هو غير حياتي، الدرس اللي انا اتعلمته من حضرتك وفعلا غير حياتي، هي التسليم لله. وانا لما فكرة التسليم اللي احنا بنتكلم فيها تعتبر دلوقتي خلتني أخرج من فكرة إن أنا عايزة حاجة معينة وعايزاها تمشي بطريقة معينة وتحصل في وقت معين. السكريبت اللي أنا حطاه وأول لما عرفت أخرج من السكريبت ده اللي أنا حطاه وسبت الدنيا تمشي زي ما هي ربنا كاتبها تمشي،
لقيت نفسي ارتحت جدا ولقيتها ولقيت نفسي عارفة استمتع بكل حاجة وكل مرحلة احنا بنعيشها. خليني اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا حضرتك لفتت نظري اليها، وهي مسألة مهمة جدا، ان هو ازاي ده هيكون مرتبط بالحديث، لان الناس ممكن يكون محتاجة ان احنا نقرب لها ده، ان التسليم في الحقيقة مبني على فكرة ان الله سبحانه وتعالى هو حبيبي، فلما لا اسلم لحبيبي، هو أأمن علي من نفسي. ولذلك حضرة النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما أحب إليه مما سواهم. ليه طيب؟ لأن الله تجاوز عن أمتي. يعني إذا كانوا هم المفروض يحاسبوا على اللي عملوا ده، طب ربنا إيه اللي حاصل؟ تودد إليك في الأزل وهو على وده لم يزل سبحانه وتعالى. خلينا أختم مع حضراتكم بحاجة وكأنها حكمة وكأنها شيء يتعلق بهذا الحديث، ممكن تقولوه من خلال خبرتكم في مجال عملكم فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم. أنا بس عايز الأول أضم صوتي لصوت خديجة، لأنه برضو المسألة دي كانت نقطة فارقة في ممارستي لحرفتي. أنا بمجرد ما تعلمت أو أدركت أنه أنا برا الموضوع بدأت راحتي، يعني أنا ابتديت ارتاح وانا بمارس حياتي. وانا اضم صوت لصوتكم لما عرفت ان انا مش يعني مش انا اللي بعمل اجازه. اضم صوتكم لصوتكم، يعني انا عارف اللي حضرتك بتقوله ده لان انا عشته. يعني انا يعني ان احنا نوصل كلامنا للناس، يعني يفضل الناس بقى يقعدوا يعملوا تمارين ويعملوا ما اعرفش ايه، لما انت تقرر ان كلامك هيوصل للناس بلا حول ولا قوه الا بالله، بيوصل الكلام للناس. لما تقرر ان هيوصل بحولك وقوتك، الناس بتحس ان في حاجه زي ما بيقولوا كده بالتعبير الدارج، في حاجه فيك، حاجه مش حقيقيه. فلكن لما تسيب المساله وتسلم مع ان انت خدت الاسباب وعملت بالاسباب، ما تقعدش تحلل نفسك بقى وازيك لازم تعمل ده. فيبقى حضرتك بتقول اني لما بتيأس من انك انت ليك حول وقوه، وان المساله بتمشي بحول الله وقوته، بتجد ما تريد اكتر، بجد النتائج دايما اكتر قوي من المجهود اللي انا دخلت. انت بتجد ما اراده الله لك. صحيح. الست خديجه، السيده خديجه، لا بس يعني هي فعلا فكره الصمود النفسي دي، انا بحس انه في ورايا ظهر، يعني في ورايا سند وحمايه وظهر، انا مش مستنيه اي حد ان هو يقف لي. او لما مثلا في فكره الاغتراب والوحده كتير بيحصل اهتزاز جامد للانسان في الوحده والغربه والامتحانات اللي بتيجي في البلاد وانت لوحدك، وبيكون سهل انك تعمل حاجات كتير قوي اكتر من لما تبقى هنا وسط ناسك واصحابك. ففكرة الاستسلام بتعمل لي صمود نفسي، وبتعمل لي احساس ان معايا ظهر، وان انا مش لوحدي، وان معايا سند، وان انا مش محتاجة اي حد يدعمني، او ممكن احتاج مثلا دعم اكيد من ناس وكل حاجة، بس بيكون فكرة مش نابع من ضعف، نابع لكن من قوه، وده بيفرق جدا. انا مش عارف اشكركم ازاي والله، يعني انا مستمتع جدا 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 بالسيد احمد الرفعي. يا رب يبارك وجماله ومنطقه. مستمتع جدا جدا بالسيده خديجه وخدمتها وحرصها على الانسانيه والعمل الخدمي للبشر، وازاي ترجع البسمه ليهم. احنا في الحقيقه خلينا نقول حاجه مهمه قوي، إن إحنا لما بنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمنا عن تجاوز الله سبحانه وتعالى عما حدثت به أنفسنا، إحنا بنستحضر حاجة مهمة أوي، أن من علامة صدق الحب هو أن توحد الله سبحانه وتعالى في حبك له، وأن توحد الله في حبه لك. طب أوحد الله في حبي له في حبه لي لماذا؟ لأنه تودد إلي في الأزل وهو على وده لم يزل. يا سعدي ويا سندي، أنت وحدك مددي، يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي. أعنا يا رب على أن نرى في كل أقدارك وكل ما دار في أنفسنا أن نرى فيه نورا، ونرى فيه فتحا، ونرى فيه مددا، ونرى فيه وصلا. اللهم اجعلنا من أهل الوصل
وأهل المددي وأهل النوري وأهل الإقبال. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بالنور المبين، يا أرحم الراحمين، يا ودود يا كريم يا رب العالمين.